بدايةً أود أن أرحب بكم بحضوركم اليوم في هذا المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشروع رائد، مشروع جديد يتحدث عن السياحة البيئية والأثرية. نعمل اليوم بسعادة أكبر، نتمنى إن شاء الله التوفيق للجميع، وإمارتنا تستحق منا كل الدعم، تستحق لها المشاريع الطيبة. شكرا لكم. مليحة موقع أثري يتميز بأنه الموقع الوحيد الذي تمتد فتراته الزمنية عبر ملايين السنين. مشروع مليحة مشروع جميل فريد من نوعه، يتحدث عن السياحة الأثرية والسياحة البيئية في هذه المنطقة. مشروع سوف يتحدث عن تاريخ الإنسان، هجرة الإنسان، وتاريخ الجمل العربي والخيل العربي.